مرحبا، أبرز أخبار مواقع التواصل الاجتماعي بجولة لوج إن وعناوين اليوم رح نتعرف عليها من بعد ثواني قليلة. والبداية من عند غضب ناشطات من بعد اتهامات لتعرض شيرين عبد الوهاب للتعنيف وقضيتها اللي كانت وما زالت ترند. وبمصر حنضل بتاني أخبارنا، وعن جراح أطفال ابتكر شخصية سوبر إتش لتخفيف توتر المرضى. وبآخر لوج إن حنمرق على أسرع حادثة سرقة لمتجر مجوهرات استغرقت 45 ثانية بس. ما حطول عليكم، أول خبر وأول لوج إن على تويتر. أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صار لفترة ترند، وبعدها عم تشغل كل مواقع التواصل الاجتماعي وروادها، وصارت مادة دسمة للإعلام. ولكن اليوم ما حدا عم بيفكر بضرورة الحرص على مشاعر بناتها وعدم نشر أي شيء عن القضية حتى انتهاء التحقيقات، وهذا الشيء اللي أساساً طالب فيه محامية. فتداعيات هاي القصة ما عم تخلص، وكل يوم في شيء جديد سواء من أهلها أو أخوها أو حتى من طليقها، وتصريحات جديدة. ولكن لحد هاي اللحظة أو لحد لحظة إعداد هاي الحلقة، شيرين مو معروف تحديداً هي وين، ولا صدر عنا أي تصريح. اليوم في حملة واسعة وغضب كبير من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استباحة حياة شيرين الشخصية والعائلية، وحتى على السلطة الذكورية اللي عم تتمارس ضدها سواء من أخوها أو حتى من طليقها. واليوم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مصدومين وحزينين وأيضا متعاطفين جدا مع شيرين، وسمعنا وشفنا الكثير من المشاهير العرب اللي عم بيساندوها بأزماتها المتتالية. وحاليا الكل ناطر أنه ترجع لحتى توضح كل شيء وتكون أقوى كرمالها وكرمال بناتها. ثلاث ايام وهي عماله تشرب، قالت لي انا حاره، انا شيرين عبد الوهاب، عشان هي طبعا مش جريانه. استباحوا شيرين واستباحوا حياتها الشخصيه، السلطه الابويه لا تستثني لا فنانات ولا ناجحات ولا مستقلات ماديا، وانما تشمل كل النساء. قضيه شيرين لم نسمع من شيرين حتى اليوم. وهذا الشيء اللي دائما عم نشوفه بقضايا النساء بالمجتمعات العربية. ثاني أخباري لليوم ولوج إن جديدة على فيسبوك. التعامل مع الأطفال بيتطلب طرق خاصة وأساليب محببة لإلهم لحتى يقدر الشخص إنه يوصل فكرته بطريقة بسيطة. فكيف إذا كان دكتور أطفال وعم يستخدم طرق قريبة منهم ومن عمرهم؟ انتشر بالساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لطبيب أطفال وجراح مصري استبدل معطفه الأبيض وسماعته الخاصة بالطبيب بزي أزرق ورداء أحمر، وقدم نفسه لمرضاه باعتبار أنه شخصية خيالية خارقة وأنه ملتزم بمساعدة الأطفال على هذا الكوكب. بهي الطريقة قدر الطبيب هشام عبد القادر من كسر حاجز الخوف عند الأطفال من الأطباء عامة، وحتى الانتقال لغرف العمليات خاصة بشخصية هو اخترع اسمه شخصية سوبر إتش، يلي بيستخدمها بتقديم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لحتى يساعد الأطفال على عيش حياة صحية أفضل. كثير من الأشخاص يلي شافوا هالفيديوز وهالمقاطع المضحكة ليمكن هشام ويلي عم بيصورها مع الأطفال ويبثها عبر مواقع التواصل المختلفة، يمكن كان هدفه رفع معنويات الأطفال وأهليهم كمان، والكثير شجعوه وأثنوا على هذا العمل الإنساني يلي عم يعمله بالإضافة كمهنته كطبيب. الطبيب هشام برأيه أنه القيم هي أساس مهم لحتى يكون أي مجتمع سوي، فبالصبر والصدق والتسامح واحترام الآخر والعدل والمساواة برأيه لابد أنه نغرسها بأطفالنا حتى يوصلوا لمستقبل أفضل. احنا مجتمعاتنا الشرقية عموما ومصر بالتحديد ناجحين قوي أن احنا نخوف ولادنا من فكرة المروح للدكتور، وان احنا كمان هنخش نعمل عمليه. انا عايز اقول لك بابا وماما مرعوبين اكتر من الطفل. ثالث اخباري واخر لوج ان على انستغرام.
تحت عنوان أسرع عملية سطو على أحد متاجر المجوهرات الشهيرة انتشر مقطع فيديو، وهالفيديو كان تريند بالساعات القليلة الماضية وحقق نسبة مشاهدات كتير عالية مع مجموعة كومنتس تفاوتت بين المضحكة واللي تعاملت مع الموضوع بشكل جدي لأسباب كتيرة. فبوقت قياسي يلي ما تجاوز تقريباً دقيقة، تقريباً 45 ثانية بالضبط، نفذ 4 لصوص سطو مسلح بوضح النهار على محل المجوهرات بمدينة نيويورك، وسرقوا كل محتوياته حسب هالمقطع الفيديو اللي رصدته كاميرات المراقبة المثبتة داخل وخارج المحل. طبعاً الشرطة الأمريكية عرضت مكافأة قدرة $3,500 لأي شخص بيقدم معلومات ممكن توصل لللصوص. أما الشهود العيان فقالوا أنه الجريمة أو جريمة السرقة هي كانت مخططة للغاية، فضربات المطرقة السريعة كانت قوية جداً لدرجة أنه كانوا مفكرين أنه عم يسمعوا طلقات نارية. طبعاً كتار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهزأوا بها الخبر، لأنه ببلد بيدعي الأمن والأمان إعلامياً عم بيصير فيها أغرب الجرائم وطرق مختلفة. أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخبار جولة لوجين على مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز الترند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سما الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى الترند يلي حابين نحكي فيها. وعنا مع الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية. أنا برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هلأ لوقتها تضلكم بألف خير. باي باي.